السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بدفعة 2024. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن أهم النقاط اللي الناس كلها بيسألوها في بداية السنة. إحنا طبعا لسه في شهر 8 أو داخلين على شهر 9 دلوقتي، فكله بيقعد يسأل شوية أسئلة كده، فهنقعد نتكلم عنها في الفيديو ده. أول سؤال أسأله، أبدأ إمتى؟ هل أبدأ من شهر 8 و9 ولا أستنى شوية؟ يعني هل كده بدري ولا إيه أفضل وقت إن أنا أبدأ فيه؟ هو افضل وقت ان الواحد يبدا فيه بيبقى من نص 8 كده، ده احسن حاجه لو هو بدري قوي ولا هو متاخر قوي. الناس اللي بتبدا من شهر 7 ده ربنا يعينهم، يعني اللي هم بيعملوه ده حاجه، انت كده بتجهد نفسك على الفاضي وهتحس ان انت استهلكت بدري ومش تقدر تكمل بعد كده. هتيجي في الوقت اللي انت محتاج تشد فيه، خلاص انا مش قادر، خلاص مش هعمل حاجه تاني. تاني حاجه بقى حابين ان احنا نتكلم فيها برضه في الفيديو ده، ايه احسن وقت اخلص فيه المواد؟ يعني احنا مثلا لسه قايلين من شويه احسن حاجة ان احنا نبدأ في نص 8 في اول 9، ده كده في البدايات حلوة، ولا هو متأخر ولا هو بدري قوي. طب انا دلوقتي لو بدأت في نص 8 او اول 9 اخلص المواد الثقافية امتى والشرعية امتى والعربية امتى؟ هل لازم اخلصهم كلهم في وقت واحد ولا هي على حسب الشرع بيخلص في وقت والثقافي في وقت والعربي في وقت وهكذا؟ المواد مش كلها هتخلص في نفس الوقت، عشان ما تتخيلش انت انا على شهر واحد هكون مخلص المناهج وتيجي على شهر واحد تلاقي نفسك مخلصش حاجة، فتحس ان انت الدنيا وانهارت وتيجوا تصحولي زي ما بتعملوا كده. فالمواد يعني المادة مثلا زي الرياضة ما تتخيلش ان انت ممكن تخلصها بشهر 3 4، والتلاتة اربعة ده انت لو خلصتها 3 4 يبقى انت كده يعني فظيع، مفيش منك اتنين. انا كنت لحد شهر 5 و6 كنت لسه باخد رياضة. مادة زي الشرع العربي لا، ممكن تخلصهم بدري شوية. مادة زي الانجليزي بدري شوية. الاحياء ممكن، الاحياء برضو بدري شوية بس مش زي العربي والشرعي، ممكن يعني على شهر 2 3 تكون خلصت الاحياء. مادة زي الكيمياء والفيزياء لا، ابوابها كتيرة، خصوصا زي مادة زي فرق باب زي باب العضوية مثلا، لا لازم هتاخد لك فيه هدنة، هتاخد لك فيه شوية وقت حلوين. فما تستناش ان انت تخلص كل المواد في وقت واحد، وما تجيش على نفسك وتضغط نفسك ان انت تخلص كله في وقت واحد. الناس اللي بتقول لك لا انا هخلص العربي والشرعي في اول شهر واقعد بقى بعد كده افضل المواد التانية، هتنساه. هتيجي في اخر السنة تلاقي ايه ده، انا ما مش فاكر الكلام ده، انا ما خدتوش قبل كده، فتحس برضو باحباط وتحس ان انا كل ده حاجة ضاعت وكل حاجة انهارت والكلام ده كله. فخد من كل حاجة شوية، يعني ذاكر شوية من نحو، شوية من الصرف، شوية من بلاغة، ما تخلصليش فرع فرع. على ما تيجي لاخر فرع هتكون نسيت اول فرع، ونقعد في الدوامه دي بقى كل شويه نذاكر فرع ونخلص نخلصه وننسى اللي قبله. فهتمشي من كل حاجه بالتوازي كده، نحو مع صرف، النهارده نحو بكره صرف، بعده بلاغه، بعده ادب ونصوص، المواد الشرعيه كذلك. وركز على العربي والشرعي لان هم معظم مجموع، ما تغلطوش غلطتي. العربي والشرعي على قد ما هم سهلين وبتناموا بسرعه، ممكن تخلصهم في البدايه وتراجعهم في الاخر. ممكن العربي والشرعي ممكن تذاكرهم 3 مرات على مدار السنه، ممكن 4 مرات كمان، من كتر ما هم سهلين وبيتذاكروا بسرعه. وده افضل حاجه انت تذاكرهم اكتر من مره عشان يثبتوا، ان هم مواد عايزه حفظ وتكرار، هي مش عايزه فهم قوي، هي عايزه تكرار بس. وتحل عليها. بصراحه انا كمان برضو لما كنت في ثالثه سنه وقدكم كده كنت خلصت الحديث في شهر 10، قلت انا الحمد لله كده خلصته تمام ومش هذاكره تاني. اكتر ماده تعبت فيها في اخر السنه هي الحديث، لان انا ذاكرته في شهر 10 ونمت على كده ما ذاكرتوش تاني. ذاكرته والله العظيم قبل الامتحانات تقريبا باسبوع او ب 15 يوم، ذاكرته كاني بذاكره لاول مره، كاني ما شفتش الحديث ده قبل كده. فاوعى تغلط الغلطه ان انا اقعد اخلص مثلا الشرعي من شهر 9 و10 و11 والعربي من شهر 9 و10 و11 ومش عارف ايه من شهر 9 و10 و11 وانام على كده. لا يا حبيبي، الكلام ده كله غلط 1000000%. ما ينفعش تمسك ماده تخلصها وتركنها على جنب. طب انا لو بحب اذاكر ماده ماده، ذاكر ماده ماده بس لازم كل اسبوع تبص على الماده دي، لان انت والله العظيم هتيجي في اخر السنه تلاقي نفسك ناسي كل حاجه وبتذاكرها لاول مره، فهتتضايق ان انت ذاكرتها ونسيتها ورجعت تذاكر تاني، فالموضوع هيبقى بالنسبه لك نفسيا صعب جدا جدا جدا. فانت في الاول امشي مع كل المواد وعلى طول ابدا بص في الماده اللي انت تذاكر منها جزء معين، على الاقل تقراها كل اسبوعين مره، تمام؟ علشان كل شويه تفضل موجوده في الذاكره عندك. طب بالنسبه بقى لعدد ساعات المذاكره، هل بقى لو انا مثلا في اول السنه
حاسس ان انا اقدر اذاكر 15 ساعه و20 ساعه ولا اقدر اذاكر 24 ساعه؟ هل في الاول يعني ابدا اذاكر لو انا قادر اذاكر 15 ساعه و10 ساعات اذاكرهم، ولا ابدا كده خفيف في الاول؟ وايه احسن حاجه او احسن وقت الواحد يذاكر فيه؟ يعني ايه عدد الساعات اللي بيتناسب مع كل الناس ونقدر نقول ان هو ده عدد ساعات مناسب لكل الفئات، سواء واحد بيعرف يذاكر يعني كويس قوي او بيذاكر نص ونص او ما بيعرفش ايه يحصل كتير، ايه الوقت المتوسط علشان الواحد يقدر يذاكره في اول السنه كده او في نص السنه يعني قبل المراجعات والكلام ده كله؟ هو كبدايه في اول السنه ما تذاكرش اكتر من 5 ساعات، انت المتوسط من 2 ساعة لـ4، لان انت في الاول معلش يعني انت رحت خدت درس رجعت حليت واجب يعني الموضوع مش هيكمل نص ساعه ساعه، ولو رجعت مش عارف ايه وايه وايه، انت كبدايه مش هتحتاج اكتر يعني من 2 ساعة لـ4، متوسط 3 ساعات في اليوم وكده انت حلو، طالما انت عملت اللي عليك، طالما انت ذاكرت اللي عليك. وبرده ما تقوليش انا ذاكرت 2 ساعة او 4 ساعات وفي مواد ما خلصتهاش بس انا ذاكرت الـ4 ساعات بتوع اليوم، لا يا حبيبي انت المفروض تذاكر تخلص اللي وراك، يقطعوا بقى 2 ساعة يقطعوا 4، في واحد بيحصل في نص ساعه، في واحد لا بيحصل في 1.5 ساعة أو 2 ساعة، فانت على حسب انت بتخلص في وقت قد ايه. لكن لو هتذاكر اكتر من 6 ساعات انت كده بتنتحر، انت كده يعني بتهلك نفسك وهتيجي في اخر السنه تحس خلاص ما عنديش طاقه مش هعمل حاجه تاني. الكلام بتاع ان اذاكر 10 ساعات و 12 ساعه ومش هنام غير 4 5 ساعات والكلام ده مش دلوقتي، انت حتى لو هتعمل كده وما بقولكش برضو تعالى عن نومك، لا نام عادي في اول السنه نام 8 ساعات من 8 ساعات ل 10 ساعات لو انت بتحب تنام كتير، في اخر السنه بقى ممكن تنام 8 من 4 بقى ل 8 على حسب برضو انت بتبقى فايق ولا لا، لان ده بيأثر على التركيز. فانت لما يا فرحتي انت قعدت 10 ساعات بتذاكر بس من غير تركيز، ولا يعني اللي ذاكر 4 ساعات بتركيز احسن منك 100 مرة. ف 10 ساعات و 12 ساعة دي في اخر السنة، ما تستناش انت تذاكرها دلوقتي، لو ذاكرتها دلوقتي يبقى انت كده بتضيع نفسك يعني او بيخلص طاقته بدري. بالظبط يعني ثانوية طاقة ونفس، نفس طويل، خلصت نفسك في اول السنة خلاص مش هتقدر تعمل حاجة بعد كده، لان هي افضل يعني اهم وقت في السنة 4 و5، لو نفسك فضل لحد 4 و5 انت كده فلت وخلاص انت كده جبت المجموع. لكن لو قعدت تذاكر في اول السنة 10 و12 ساعة وجيت في الاخر نفسك خلص ما ذاكرتش خلاص اعتبر نفسك بقى مع السبعينات والثمانينات، مش بقلل بس انت مش هتجيب مجموع كبير. ده في ناس ما كانتش بتذاكر من الاول خالص خالص وجت فعلا بدأت متأخر وفعلا شهر 4 و5 موتوا نفسهم مذاكره وطلعوا ودخلوا طب ودخلوا وجابوا مجاميع اللي هي، بس بعيدا بقى عن الكليه هم هيختاروا ايه، بس جابوا مجاميع عاليه لان هم اختاروا الوقت المهم، هم يعني استغلوا الوقت المفيد وذاكروا فيه، ما جوش لعبوا في الوقت الضايع زي ما بيقولوا. طب انا طالب دلوقتي في ثالثه ثانوي، خلاص انا نويت نيه خير ان انا ان شاء الله هجيب مجموع كبير السنه دي وهبذل كل طاقتي وهعمل كل اللي اقدر اعمله، بس انا عندي مشكله ساعات كده بيجي لي هاجس وتفكير ان انا اقعد افتكر اولى وثانيه ثانوي الاقي نفسي ما كنتش بذاكر، ما كنتش بجيب مجموع كبير، يعني للاسف ممكن اكون تعثرت في بعض المواد وشلت بعض المواد، هل ان الحاجات دي هتاثر عليا في ثالثه ثانوي؟ لو انا مثلا ما كنتش بذاكر كتير ما كنتش بجيب اعلى الدرجات، هل لازم اكون في اولى وثانيه ثانوي وكنت شاطر وكويس قوي في المذاكره، ولا عادي ينفع ابدا صفحه جديده في ثالثه ثانوي وابدا اشد على نفسي واقدر اجيب مجموع حتى لو كنت في اولى وثانيه ثانوي ما بجيبش مجموع كبيره؟ مش شرط لو انت في اولى وثانيه كنت بتطلع من الاوائل ان انت في ثالثه تطلع من الاوائل، عشان بيجي لنا ناس في ثالثه ثانوي يقول لك لا ده انا مش بقيت بعرف اذاكر، ده انا اتحسدت، ده انا كنت في اولى وثانيه ده انا على طول بطلع الاول. ما تستناش ان انت عشان طول السنين دي كنت بتذاكر تطلع الاول ان انت في ثالثه تطلع الاول، لا هو الموضوع بيبقى توفيق وبيبقى برده تركيز، انت هتعرف تبقى قد السنه دي ونفسك يطول ولا لا. في ناس كانت مجاميعها في اولى وثانيه، وده معظم تقريبا معظم اللي جابوا مجموعة في ثالثة ثانوي ما كانوش بيجيبوا مجموعة في أولى وثانية، بس هو بيبقى هدف وعزيمة وإصرار، عندك هدف وعندك عزيمة وإصرار أنت تكمل خلاص هو ده اللي هيجيب، ما عندكش خلاص يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا أنا في أولى وثانية لا في أولى دي ما كنتش بذاكر خالص، كنت مقضيها دروس كده وبروح ودروس واجي من الدروس وما بذاكرش خالص وجبت 79% في المية، وتانية ما روحتش بقى دروس خالص
وقعدت كده اقرا لي كلمتين رحت جبت 69%. وفي ثالثه بحل على نفسي. في ثالثه بقى بداتها من الاول خلاص، انا عايزه عايز قدامي هدف. وحط عندك هدف كبير وما تقولش هو انا هقدر، لا ما ربنا بقى هو اللي قادر. انا كنت حاطه هدف ان انا كنت حاطه هدف ان انا اجيب 100%، لان كان قبلنا الدفعه اللي قبلها كان حد جايب 100%، فهو ده انا هجيب 100%. في الاخر جبت 91.5 92. ف ايه 91.5 وانا ليه بجد؟ كنت حاطه هدف ان انا هجيب 100%، في الاخر جبت 91.5. فحلو، انا كنت كده كده عايزه اجيب لغات وترجمه، بس انا حطيت هدف كبير وساعدت له، فلما نزلت وصلت الهدف بتاعي. يعني انت لو حطيت هدفك لغات وترجمه ممكن تنزل عنها، فحط هدف كبير واشتغل عليها. يعني مثلا دكتور ابراهيم في اولى كان في ماده شايله في اولى ثانوي، ما شاء الله افتكرت امتحانها دور تاني ونجح. لا يعني لا انا كنت شايلها في الدور الاول وامتحنتها مع المتخلفين. انا كنت متخلف في الترم الاول في اولى ثانوي، بس الحمد لله ربنا يعني رجع لي عقلي تاني. اخر بس الترم الاول دخلت ماده فايه شلتها، فامتحنت الماده دي في اخر في الترم الثاني اتاخرت مش او تخلفت عن الماده. ومع ذلك ما شاء الله في ثالثه ثانوي جاب مجموعة دي طول دي 97% الحمد لله. مجموعة دي طول، هو مجموعة دي طول وما شاء الله دخل طب، عشان هو كان حاطط هدفه ان هو عايز يجيب مجموعة وعايز يدخل الكلية دي، وكان حاطط هدف قدامه اعلى. يعني مش حاطط التارجت بتاعه اللي هي ده طب السنة دي من 96 فانا التارجت بتاعي 96، لا التارجت بتاعك 97 98 عشان لما تنزل تبقى وصلت لل 96. في النهاية ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وباذن الله هنكون معاكم الفيديوهات اول باول بالدعم ليكم. وان شاء الله اي حد عنده سؤال او حابب يستفسر عن حاجه يكتب لنا في التعليقات تحت، وان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات بانتظام. وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.